أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نبداو الحصة ديال اليوم ديال مادة القرآن الكريم بتصحيح التمرين اللي كنت كلفتكم به باش تنجزوه في الحلقة الفايتة. ونتمنى أنكم تكونوا كلكم لا الحاضرين لا المشاهدين ديالنا الأعزاء نجزتوا هذا التمرين. ودابا لاحظوا معايا التمرين على الشاشة. كان مطلوب منكم في هذا التمرين هو أنكم تربطوا بين معنى والعبارة اللي كتناسب هذا المعنى. وعطيناكم واحد المثال في الحلقة الفايتة، أعطيناكم غافلون عن أداء الصلاة في وقتها وربطناها بهذه العبارة عن صلاتهم ساهون. والآن نشوفوا هذا المعنى، يقصدون الرياء بأعمالهم. أشنا هي الكلمة المناسبة لهذا المعنى؟ تفضلي بديعة. يراؤون. مزيان، كلمة يراؤون، وكنربطوا هذه الكلمة يراؤون بهذا المعنى. وبقى لنا هذا المعنى الأواني والأدوات. أشنا هي الكلمة المناسبة لهذا المعنى؟ تفضلي رقية. الماعون. الماعون، وكما كتلاحظوا على الشاشة كنربطوا هذه الكلمة الماعونة بهذا المعنى. ودابا من بعد ما صححنا هذا التمرين غادي نعود الآن نستمعوا لقراءة جديدة لصورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. الآن من بعد ما استمعنا لهذه القراءة المباركة غادي ندوزوا الآن نديروا الترديد الجماعي ديال هذه الصورة الكريمة، بمعنى غادي نقرأ أنا هو الأول وانتم غادي ترددوا من بعدي، وكذلك أنتم مشاهدين. بسم الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم، تبارك الله عليكم. والآن من بعد ما درنا هذا الترديد الجماعي ديال هذه الصورة الكريمة، دابا غادي نمروا باش نديروا واحد التمرين آخر جميع. لاحظوا معايا التمرين على الشاشة. عندنا 4 ديال الكلمات و3 ديال الفراغات، والمطلوب منا هو نوضع كل كلمة في المحل اللي كيناسبها. بسم الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو. هنا عندنا واحد الفراغ، شنو هي الكلمة اللي غادي نملؤ بها هذا الفراغ؟ تفضلي رشيدة. اليتيمة. أحسنتي، اليتيمة. إذن غادي نكتبوا اليتيمة في هذا الفراغ كما كتلاحظوا معايا على الشاشة، وكنقراو فذلك الذي يدعو اليتيمة. عودوها. فذلك الذي يدعو اليتيمة. مزيان، ونكملوا. وعندنا ولا فراغ على طعام مسكين. عندنا هنا خاصنا هنا واحد الكلمة، شنو هي هذه الكلمة اللي غادي يملؤوا بها هذا الفراغ؟ بديعة. يحضه. عودي. يحضه. أحسنتي، يحضه. وكنكتبوا كلمة يحضه في هذا الفراغ، وكنقروها ولا يحض على طعام المسكين. عودوها. ولا يحض على طعام المسكين. أحسنتم، نكملوا. فويل للمصلين الذين هم عن فراغ ساهون.
هنا خصنا واحد الكلمة، شنو هي هذه الكلمة اللي غادي نملؤوا بها هذا الفراغ؟ تفضلي رقية. عن صلاتهم. صلاتهم، إذن غادي نكتبوا صلاتهم في هذا الفراغ وكنقراو عن صلاتهم ساهون. عودوها. عن صلاتهم ساهون. عودوها مرة أخرى. عن صلاتهم ساهون. أحسنتم. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وكما كتلاحظوا معي على الشاشة بقات لنا كلمة يراءون لما احتاجيناش نستعملها حيث هي موجودة بعدها في المكان ديالها كيف كيبان لكم على الشاشة. وهكذا وصلنا إلى نهاية هذه الصورة، وحاولوا تحفظوها وتعرضوها على فرد من الأفراد العائلة ديالكم، وحاولوا تحفظوا مزيان وتراجعوا مزيان الصور اللي سبق لنا وشفناها، لأن في الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نديروا مجموعة من التمارين باللي غادي نثبتوا بها داك الشيء اللي كنا تعلمناه. وهكذا أخواتي إخواني وصلنا إلى نهاية الحصة ديال مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة، ودابا غادي نخليكم مع مادة الحساب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.